اجتماع تاني للرئيس النهارده كان مع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الكهرباء والطاقه المتجدده. طبعا لما نتكلم على ملف الطاقه أكيد يعني مش محتاجة لمني كلام أو كلام ده يعني بعني إن إحنا شايفين طبعا في إنجاز وطفرة كبيرة حصلت في قطاع الكهرباء من وقت ما كنا بنتكلم على انقطاع الكهرباء بشكل مستمر. دلوقتي لا، إحنا عدينا المسألة دي بشكل كبير، بقى في عندنا محطات للكهرباء، بنتكلم كمان على تصدير الكهرباء اللي هي من خلال مشاريع الربط الكهربائي، بتتكلم على تنويع المصادر المتعلقة بإنتاج الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة، محطات شمسية، محطات رياح. فإنك الطاقة دي أهميتها عشان يقولك إيه، طب خلاص مش إحنا الكهرباء بقت عندنا في البيوت تمام، يعني إحنا محتاجين أكتر في إيه؟ محتاجين أكتر أنك بتستثمر في هذا القطاع. إنه لما بنتكلم على تصدير الطاقة ومشاريع الربط الكهربائي ده استثمار بشكل كبير، لما تتكلم على إنه مصادر الطاقة تكون موجودة ومتاحة ده علشان لما تقول لأي مستثمر أجنبي عايز يستثمر في أي منطقة أو في أي مكان في بلدك فتقول له أنت البنية التحتية عندك جاهزة، مصادر الطاقة موجودة، في مشروع من غير طاقة. فيعني لما كنا بنتكلم على مصانع ومشروعات توقفت كان بسبب إنه ما كانش فيه مصدر للطاقة الكهربائية فالدنيا وقفت. إيه اللي بيحصل بقى في مشروعات الطاقة الجديدة؟ ده اللي الرئيس النهاردة اتكلم عليه وأكد عليه من خلال الاجتماع، إنه لازم ننتهي لسه كمان في عندنا مشروعات جديدة متعلقة بالطاقة الكهربائية. فالرئيس قال نرفع كفاءة المشروعات اللي شغالة دلوقتي ونعمل شغل جديد ومشروعات جديدة، ويكون الكلام ده في محددين، ده ما احنا خلاص حفظناهم، جدول زمني ما نعدهوش وأعلى معايير الجودة. فإنك يبقى الهدف في الآخر إنه يبقى كل الخدمة المقدمة للمواطن على أفضل مستوى، الخدمة المقدمة للمستثمر والبنية التحتية زي ما قلت لحضراتكم، وكمان التوزيع الجغرافي إنه يبقى فيه عدالة، نبص على محافظات الصعيد والمناطق البعيدة، وده اللي ركز عليه الرئيس من خلال اجتماعه مع وزير الكهرباء.